مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. أطراف النزاع بمدينة بور السودان تتفق على نزع فتيل الأزمة بحضور أعضاء من مجلس السيادة والقيادات الأهلية. السودان والإمارات يتباحثان لدفع القطاع الاقتصادي بالدولتين وقيام المشاريع المشتركة. حزب التنمية القومي الجديد يعلن انطلاق برامجه على المستوى القومي تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة. أهلا بكم مشاهدينا. اتفقت أطراف النزاع بمدينة بور السودان على نزع فتيل الأزمة ووقعوا اتفاق الجلب بولاية البحر الأحمر بحضور أعضاء من مجلس السيادة وعدد من الوزراء وأعضاء حكومة الولاية بجانب القيادات الأهلية والكيانات الشبابية. وينص اتفاق الجلد على وقف القتال القبلي الذي شهدته الولاية. وقالت أطراف النزاع إنهم توصلوا كإدارات أهلية إلى حلول لحقن الدماء بجانب التأكيد على ربط النسيج الاجتماعي، فضلا عن السعي إلى إدارة حوار شفاف يمكن مكونات الولاية الاجتماعية من الوصول إلى حلول مرضية ونهائية. وقد وقف وفد من المركز على الأوضاع الأمنية بمدينة بور السودان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها، كما تفقد الوفد جرح الأحداث بمستشفيات المدينة. تعهد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس بأن يكون تدشين مشروع قطار ولاية الخرطوم الخطوة الأولى في الحلول الآنية التي تتخذها الحكومة لحل أزمة المواصلات بالولاية. وأكد مانيس في احتفالية تدشين مشروع القطار استمرار جهود الحكومة لتقديم الخدمات وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، متعهدا بمزيد من الإنجازات. من جانبه أوضح وزير ديوان الحكم الاتحادي رئيس لجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد يوسف آدم الضي أن المرحلة الأولى لحل الأزمة تقوم على وضع حلول آنية ومتوسطة وطويلة المدى ومن ثم استراتيجية للمواصلات العامة بكل أنحاء البلاد، معلنا نقل المواطنين مجانا في الأيام الثلاثة الأولى لبداية عمل القطار. هذا وقد شكى مواطنون في ولاية الخرطوم من أزمة المواصلات التي تشهدها العاصمة، وطالبوا الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، مشيرين إلى أن قطاع المواصلات يعاني فوضى فيما يتعلق بالالتزام بالتعرفة وتجزئة الخطوط، مطالبين بضرورة فرض رقابة محكمة على سائقي المركبات العامة وإلزامهم بالمبالغ المحددة والخطوط المصدقة منعا للتلاعب. أول حاجة دارين تنظيم للخطوط، الخطوط دي ما ممكن يقدر يشحن على كيفه. ليه لا؟ بيجي يقول لك أنا بشحن من هنا للعربي. إذا كان زمانك أول حاجة في دباجات مكتوبة عديل، الدباجة دي مكتوبة لأنه أي شخص يكون محدد له خط معين، هسي ما في حاجة زي دي. احنا نركب ب 10 ونرجع ب 20 ونرجع ب 50، انا سالي التاكسون ده الراكب ب 20 جنيه، مش معنى اركب ب 20 جنيه، وانا اركب اصلا كنت بجي ب 5، اركب اصلا ب 10 واجي ب 20، ثاني ارجع ب 20، انا باخذ كم، انا بقوم الساعه 4 صباحا وارجع الساعه 8 بالليل. بالنسبه لمشكله المواصلات، الحلول الكثيره طرحوها الناس دي حلول ما في يد الناس تنفذها طوالي، لكن انا شايف في موضوع لازم الحكومة تحسمه، لأن الموضوع ده موضوع إجرائي، الموضوع بتاع إنه التعرفة ما ثابتة، والموضوع بتاع قطيع الخطوط. أنت عندك جهة ممثلة للسواقين ديل، نقابة أو أي جسم لهم، وعندك وزارة عندها مركبات وعندها سيارات ماسكام، الجهتين ديل يقعدوا مع بعض يطلعوا تعرفة جديدة. المواصلات دي ما بتنحل أي بباظات، أي بباظات، يا أخي محمد يجيب باظات. يجيب باظات هنا في بلدي بتنحل، لكن اذا كان بحافيات دي اي دول عنده حافيه في بيته وشركه ملزمه على انه تطرحي العمال وتطرحي الموظفين وتطرحي اي حاجه ملزمه، شركات مش 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 اي دول على كيفه. ولمعرفة المزيد حول مشروع قطار ولاية الخرطوم ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم المهندس بلال أبو بكر مدير مشروع القطار. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب نشكر قناة الشروق. أهلا بك. للاستضافة وعبر القناة نحيي المشاهد الكريم. حياك الله. نبدأ أولا عن هذا المشروع، حدثنا عن هذا المشروع باختصار لو سمحت. مشروع القطار المحلي هو اصلا مشروع احد مشروعات المخطط الهيكلي الخاص بالمواصلات لولايه الخرطوم.
وهو من ضمن عدة مشاريع في المخطط الهيكلي اللي هو إذا قلنا القطار المحلي، الترام، الكباري، الطائرة، الأنفاق. تم اختيار القطار اللي هو القطار المحلي، تم تدشينه تقريبا اليوم، وبكرة إن شاء الله سينطلق من كل من محلية داخلي ومحلية محطة الشجرة محلية جبل العلوم. حدثنا بالتفصيل عن هذه المحطات، يعني من أين سينطلق القطار مرورا بأين وإلى أين سيصل؟ طيب المرحلة الأولى المرحلة الأولى هي طبعا مرحلة تجريبية بمعدل رحلتين في اليوم. القطار الأول بيتحرك من محطة الكدرو الساعة 5:30 صباحا إلى محطة الخرطوم الرئيسية، والقطار الثاني بيتحرك من محطة الشيرة الساعة 6 صباحا إلى محطة الخرطوم الرئيسية، والرحلة الثانية اللي هو الساعة 3 ظهرا من محطة برضو اللي هو من محطة الخرطوم الرئيسية إلى الكدرو، ومن محطة الخرطوم الرئيسية إلى الشيرة. نعم، يعني ربما وقت عودة القطار يكون موعدا ملائما لطلاب المدارس الذين يسكنون في هذا الاتجاه، اتجاه خط سير القطار، ولكن الخامسة صباحا والسادسة صباحا يعني ربما تكون لبعض العاملين مشكلة، يعني بعض الطلاب بالتأكيد هم يتواصلون عبر ترحيل، ولكن هنالك كثير من العاملين والموظفين الذين يخرجون إلى أعمالهم، لكن الخامسة صباحا والسادسة صباحا أليست موعدا مبكرا قليلا؟ نعم أنا يعني أنا معك، هي طبعا كتجربة قلنا لو الساعة 5:30، لكن إن شاء الله عندنا يعني عندنا القطار الثاني، أو القطار الثاني حيتحرك يعني تقريبا الساعة ممكن نقول الساعة 6 من الكدرو وعشيرة الساعة 6. طبعا دي قلنا تجربة أولى بالقطار الأول، وبعد كده حيكون عندنا قطارات ثانية اللي بتتحرك في أوقات مختلفة من 5:30 والسادسة، فبيتغطي إن شاء الله كل يعني أوقات الزهو إن شاء الله. نعم يعني طيب نحن تحدثنا عن الخرطوم وتحدثنا عن الخرطوم بحري، ماذا عن أم درمان؟ مشروع القطار هو أساسا مشروع ممرحل، المرحلة الأولى الناس قالت تستفيد من وجود الخط الحديد اللي هو في محلية بحري والخط الحديدي في الخرطوم في مرحلة أولى. المرحلة الثانية اللي هو مرحلة ربط شرق النيل ببحري وربط محلية جبل أولية بالخرطوم، والمرحلة الثالثة هي ربط كل من محلية تنبدا وكرري ومدرمان بشبكة الخط الحديدي تالي إن شاء الله. نعم، بصورة آنية يعني هل تتوقعون أن يحل هذا المشروع أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم؟ طبعاً المشروع إن شاء الله يعني حسب الدراسة بيساهم في حل 40% من مشكلة المواصلات إن شاء الله. إن شاء الله. طيب باشمهندس، يعني كيف يمكن أن يتحصل الشخص الذي يعني يذهب على متن هذا القطار على التذاكر؟ يعني هل هي تذاكر آلية أم أن هنالك مكاتب في المحطات المعروفة حتى يستطيع الإنسان أن يتحصل على التذكرة، أم هي بطاقة؟ يعني كيف هي الآلية التي سيتعامل بها الركاب مع هذا القطار؟ طيب الفترة الأولى قلنا طبعا فترة تجريبية تقريبا لمدة 3 شهور، التذاكر بتكون موجودة في القطار باستمرار في خلال الثلاثة أشهر، فإن شاء الله حتتم كل الترتيبات في كل المحطات الموجودة، وإن شاء الله التذكرة حتكون عالية وكل إنسان يتحصل على التذكرة أو من المحطات الموجودة أو عبر الموبايلات ومحلات المبيعات الأخرى إن شاء الله. طيب يعني المرحلة الأولى إلى أي مدى ستستمر، ثم متى ستبدأ المرحلة الأساسية في عمل هذا القطار وتشغيله بصورة دائمة؟ والله نحن طبعا قلنا المرحلة الأولى فترة تجريبية 3 شهور على الأقل الناس تتعرف على مشروع القطار والناس تحاول تعالي كل الظواهر السالبة في الفترة بعد 3 شهور، بعد كده الانطلاقة بتكون بصورة كويسة إن شاء الله. نعم، أخيرا يعني سعر التعرفة لهذا القطار، يعني هل بالإمكان أن نتعرف عليها أم أن الموضوع سيبت لاحقا؟
لا ما في مشكلة ناو يعني الآن معليش في الفترة التجريبية قلنا عندنا فئتين، الفئة الأولى اللي هو فئة العشرة جنيهات والفئة الثانية فئة الخمسة جنيهات، اللي هو الخمسة جنيهات بالنسبة للطلبة والعشرة جنيهات للركاب غير الطلبة. الطلاب هل يعني سيصلون على متن هذا القطار عبر بطاقاتهم يعني أم أن الزي المدرسي فقط يكفي؟ والله يا أخي الاثنين يعني البطاقات زائدا الزي المدرسي في الفترة التجريبية الأولى ولاحقا لاحقا إن شاء الله الناس تكون تركز على عملية البطاقات عشان تكون بصورة واضحة وبصورة منتظمة. أشكرك شكرا جزيلا الباشمهندس بلال أبو بكر مدير مشروع قطار الخرطوم، كنت معنا عبر الهاتف هذا المساء، حياك الله. بدأت محادثات بين الجانبين السوداني والإماراتي بالخرطوم، واستعرض وزير المالية إبراهيم البدوي الأولويات التنموية، وقال إن الهدف من الزيارة التفاكر والنقاش لدفع العمل الاقتصادي بين البلدين وإنجاح السبل لدفع القطاع الخاص بالدولتين لقيام المشاريع المشتركة، مؤكدا تهيئة البيئة المساندة للاستثمار والوصول للنافذة الواحدة وذلك بالاستفادة من التجربة الإماراتية. أما وزير الصناعة والطاقة بدولة الإمارات سهيل المزروعي فقد قال إن الزيارة تهدف لتنمية السودان عبر القطاع الخاص السوداني والإماراتي، فيما أشار عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين إلى المشاريع المقترحة من وزارته في مجال الكهرباء والغاز بجانب الاستكشافات وإنشاء المستودعات والمشاريع الاستراتيجية والتعدين والفرص المختلفة من المعادن. أعلن حزب التنمية القومي الجديد عن انطلاق برامجه على المستوى القومي تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة، وقال رئيس الحزب الضيف عيسى عليو في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة أن الحزب يتطلع إلى إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، مؤكدا أن تأسيس الحزب يأتي في هذا الوقت من أجل مواجهة التحديات التي أقعدت بالوطن حسب قوله، وأضاف أن رؤية الحزب تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة عبر حل المشكلة السياسي والاقتصادي واستدامة السلام وإيقاف الحرب وإقامة علاقات خارجية متوازنة. أكد حزبنا إيمانه بالتحول الديمقراطي والاحتكام للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة يمارس فيها الشعب السوداني حريته كاملة في اختيار من يمثله، وسوف يقدم حزب التنمية القومي نظاما أساسيا يحتوي على 17 هدفا سوف تسمعونها إن شاء الله بعد قليل تلامس القضية السودانية في المؤتمر التأسيسي للحزب المزمع عقده إن شاء الله في القريب العاجل. إلى ذلك قالت رئيسة لجنة الإعلام بهجة معلة أن الحزب يتطلع إلى إقامة ميزان سياسي راشد مبني على قيم الحرية والديمقراطية وتداول السلم للسلطة، مشيرة إلى أن النزاعات ألقت بظلالها على الاستقرار وانعكست سلبا على التنمية والخدمات، ولفتت إلى أن إيقاف النزاعات ومخاطبة جذور المشكلة من أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة. من المشاركة الفاعلة للمرأة السودانية والشباب والطلاب في الثورة تقتضي تمثيل هذه الفئات بصورة تتناسب أدوارهم، ولضمان الاستقرار السياسي خلال الفترة الانتقالية يرى حزب التنمية القومي إن الوثيقة الدستورية أمرا واقعيا يجب العمل به وفق مقتضى الحال تنقيحا وتعديلا في إطار التوافق بين كل القوى السياسية الوطنية. من جهته أكد عضو الحزب شاكر رابح وسطية حزب التنمية القومي مشيرا إلى أن تكوينه يعتمد على المواطنة والدفاع عن المصالح الوطنية، وقال إن الحزب يهدف إلى بناء دولة سودانية متقدمة قوية ومتطورة وإن ذلك سيتم في إطار الدستور وقيم المجتمع، مشيرا إلى أن الحزب يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية تمهيدا لتحقيق تعايش سلمي بين كل المكونات الاجتماعية. كذلك نعمل في الحزب على الابتعاد عن الترويج للقبلية والجهوية والقلو والتطرف الديني، ونعمل على تقوية النسيج الاجتماعي وتحصين المجتمع من هذه الأمراض. كذلك نعمل على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وإزالة كافة المظالم المتراكمة. أكدت مصادر رسمية في حزب المؤتمر الشعبي لقناة الشروق اعتقال الأمين العام للحزب علي الحاج محمد اليوم الأربعاء، حيث حضرت قوة لمنزل علي الحاج حاملة أمرا بالقبض عليه. ويواجه الأمين العام للمؤتمر الشعبي بلاغات تتعلق بإعلان الحرب والمشاركة في انقلاب الإنقاذ.
استنكر أسر وطلاب المعتقلين السياسيين اعتقال ذويهم لأكثر من 7 أشهر دون توجيه أي تهمة ضدهم ودون ما اعتبار لحقوق الإنسان على حد قولهم، وطالبوا خلال وقفة احتجاجية لهم أمام مقر النيابة العامة إطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة حال توفر أي بينة أو تهمة ضدهم، مشيرين إلى عدم قانونية اعتقالهم ومخالفته لكافة المواثيق والقوانين بما في ذلك الوثيقة الدستورية. ودعا المحتجون إلى إنفاذ شعارات الثورة خاصة فيما يتعلق بالحرية والعدالة التي قالوا إنها لا تتجزأ. إما بمحاكمة عادلة لهم حسب ما يعتقدون إنه في اتهامات لهم توجه بصورة واضحة وتتم محاكمتهم بصورة واضحة، إما أن يتم تبرئتهم أو اتهامهم بواسطة القانون أو يطلق سراحهم. الآن 7 شهور ولا أكثر في السجن بدون أي توجيه أي اتهامات أو أي مراعاة لحقوقهم كأفراد وكبشر. إلى ذلك دعت أسر وأبناء المعتقلين السياسيين بالمجلس دعت المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى سرعة البت في أمر ذويهم والإفراج عنهم فورا، خاصة وأن بعضهم يعاني أوضاعا صحية معقدة، مشيرين إلى ضرورة الإسراع في إحقاق العدالة وإنفاذ القانون. نحن جينا عشان نقول لهم إن الحرية لا تتجزأ والعدالة لا تتجزأ والسلام لا يتجزأ. إنسان سعودي اللي هي دخلت الناس زي الكوبر الثلاثة حيات دي لا تتجزأ، وكل من خرج مطالبا بالحرية والسلام والعدالة ولم يخرج لحد الآن مطالبا بالحرية والسلام والعدالة أنا أعتبر أنه زول منافق إما ازدواج معايير. نفذت السلطات بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي بالولاية حملات مكثفة لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية والبيع الجائل والتشوهات البصرية حول نفق السوق المركزي جنوبي الخرطوم. وأكدت سلطات محلية الخرطوم بأن العمل يجيء ضمن مساعيها لتنظيم الأسواق ومواقف المواصلات وتسهيل حركة المركبات العامة بعد أن شهدت الأسواق ومواقف المواصلات خلال الفترة السابقة إغلاقا لأغلب المداخل والمخارج والمسارات الداخلية بتعديات غير المشروعة. احتفلت جمعية الهلال الأحمر بمنطقة خشم القربة بتخريج أكثر من 100 دارس في مجالات التصنيع الغذائي والحياكة المتقدمة وميكانيكا السيارات، حيث ملكت الجمعية المتخرجين أدوات ومعينات للعمل. وقال والي كسلة محمود همت إن مثل هذه البرامج من شأنها تقليل معدلات البطالة وسط الشباب وإدخالهم دائرة العمل الحر. طوعت جمعية الهلال الأحمر السوداني بالقربة إرادة الشباب وفجرت طاقاتهم ومواهبهم لخدمة أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ففي احتفالية صغيرة احتفلت الجمعية بتخريج أكثر من 110 خريج من الجنسين في مجالات مختلفة في المهن النسوية والشبابية. المشروع يضم 4 مناطق، مدينة القربة والغرية 26 عرب، بالإضافة إلى معسكرين من معسكرات اللاجئين، المعسكر 26 عرب ومعسكر شجراب 2. وكل الأنشطة تهتم بتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات وتمليكهم مهن تحسن من وضعهم الاقتصادي. البرنامج والذي مول عبر الصليب الأحمر الألماني أفرد مساحة كبيرة لتدريب المرأة وخصص لها أشكال متنوعة من التدريب في مجال التصنيع الغذائي والحياكة المتقدمة، فيما خص الشباب بالتدريب على ميكانيكا السيارات. الدورة كانت جميلة جدا بالنسبة لنا الشباب، نحن واستفدنا منها جيدا ونتمنى على أنه نستفيد منها في المستقبل. أنا كان هدفي من البداية أنه أطور مهاراتي في المكنكة، وجيت لقيت الكلام من هنا طورت واستفدت منهم كثير، يعني ان شاء الله في المستقبل كده يعني نفسي اطلع ميكانيكي كبير، وده كان حلمي من صغير. Many beneficiaries have received their certification. خرجنا دفعات متميزة في التصنيع الغذائي والحياكة المتقدمة بالنسبة للنساء وميكانيك السيارات للشباب. نتمنى أن يستفيد الخريجين وأسرهم من هذا التدريب وأن يستفيد المجتمع بأكمله من هذا النوع المتقدم من التدريب. وتمثل برامج تشغيل الشباب وتمكينهم داخل المجتمع إحدى الأولويات التي ترمي لها حكومة الولاية، والتي ترى في مثل هذه البرامج مخرجا لكثير من الشباب من البطالة إلى سوق العمل الحر. هذا العمل يعني يدي دافع للشاب في أنه يكون عنده صنعة في يده، كان شاب ولا شابة، وبالتالي يفيد نفسه ويفيد المجتمع بتاعه ويفيد الولاية حقته، ويفكر في انه نحن كلنا مع بعض ننهض بهذه الولاية اللي قدام. خالد بشير الشروق، ولاية كسلا.